فضيلة الشيخ صالح، ما السبب؟ لأن نسأل كثيرا من بعض الأخوات عن الوسواس في النساء، ما سببه يا شيخ؟ هذا مرض نفسي، مرض نفسي، الله أعلم بأسبابه. قد يكون من أسبابه السهر، كثرة السهر، فإن كثيرا من الناس الآن ابتلوا بالسهر في الليل. السهر هذا يؤثر على الإنسان، قد يؤثر على عقله، يؤثر على دماغه. السهر يؤثر حتى في الإبل وفي الجمال، كيف لا يؤثر على الإنسان الضعيف؟ ربما يكون من الأسباب كثرة السهر في الليل، وأيضا من الأسباب قلة ذكر الله عز وجل. قد يكون مغفل الإنسان عن ذكر الله فيتسلط عليه الشيطان، وقد يكون من الأسباب، وهذا قريب جدا، كثرة النظر في هذه الوسائل المدمرة، وسائل المحطات الفضائية، ما تجلبه من شرور ومن آفات، وما يشاهده الناس من مناظر بشعة، أو قد تكون مناظر موحشة، يسبب هذا الشيء من التشويش الفكري. فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأمور، يتجنب السهر بالليل، يتجنب مشاهدة هذه التمثيليات وهذه الأفلام وهذه المشاهد الموحشة والمثيرة، تجنبها، لأن الإنسان بشر، إذا أكثر من مشاهدتها أثرت في فكره وعلقت في ذهنه، يتجنب هذه الأمور. وعلى هذا أن يكثر من ذكر الله، حافظ على الصلاة، حافظ على تلاوة القرآن، إن هذا يبعد عنه الشيطان ويبعد عنه الوساوس. نعم.